يا مرحبا جميعا، على قناتكم قناة احدث صيحات الموضة والاكسسوارات المفيدة والجيدة في عالم الزي والموضة، على قناتكم اربي فاشن مودي. مع تقديم لكم افضل الموديلات والملابس الشتوية، وايضا نقدم افكار ونصائح مفيدة في الموضة للمساعدة على الحصول على اطلالات واكب الموضة. كيف ترتدي الأزرق الكلاسيكي لون بانتون لعام 2024؟ إن كنت تشعرين بالتردد من اختيار الألوان الزاهية، فيمكنك اللجوء إلى الدرجات الناعمة والباستيل مثل الوردي أو البرتقالي والأصفر، ولست بحاجة دائما لارتداء الكثير من الألوان الباستيل معا لحصول على إطلالة موفقة.